شدايد يظهر الحاج باعتدال فارج الكربات ولها ربنا نعت العليم يلا جنبني مآسي دنيتي واهل الجدال واستر الحال المشهر وحصل لي يا رحيم بعد ما مبدا سلامي للأمير راعي الجزال من ظهر لي مثل نور البدر في الليل العتيم ابن عياف السناطي عبد الله فخر الرجال المحناك في الإدارة صاحب النهج القوي أشهد في التواضع يعتبر مغرب مثال واشهد ان نسل طيب وبعدنا نادر كريم همة العز سالم قرن من عمام ومن طوال الامير اللي تعلى في المكانة من جديد بالشهامة والشيم والجود وبحسن تحد السيوف وراية الراية السليم بعدها يا ابو مشاري من جنابي لك سؤال السؤال اللي جوابه احد من حد الشريم وش سبب ما حل فيني يوم عني الحظ مال وانقهرت وصار قلبي باللظى صارت والتنافس له مواثيق وفان روحت الأموال والجهد في النهاية للأشيب غير أنا مؤمن بربي وإني حمال الثقال وإن حظي في حياتي بين ميم وبين ميم وإن حملت من القهر ما زاد عن من كريم ذو جلال والسم سلامة سموك وإن غدا جرحي أليم مدحنا ما هو لغاية أو لتشديد الأمال لا تعاطف منك أرجي ما فعلت يستديم هي مشاعر من نفاضك لك يا محمود الخصال لحنها والحرف يحكي مصرع الحاضنين ذكرى مني للحبايب شيل صاعد والرجال حتى يدروا ان سموه قوله الحازم حشيد ليس الوحيدون ولكن الأقدم الآن وحصريا استديوهات همسة فرح